من مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي نرصد لكم أوضاع على شهر رمضان المبارك. هذه المدينة التي تعرضت لضربة كيماوية قبل شهر رمضان بحوالي تقريبا الشهر، سببت أكثر من 100 ضحية في المدينة والعديد من الجرحى والحالات التي لا تزال في المشافي حتى اللحظة. سبب ذلك نزوح كبير في المدينة قبيل شهر رمضان، تبعه قصف بعد الضربة الكيماوية. عانت الكثير مدينة خان شيخون بالإضافة إلى الكثير من المدن والبلدات هنا في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي. نطلع اليوم بعد مرور حوالي شهر وعدة أيام على التوقف أطلاق النار، توقف تحليق الطيران في هذه المنطقة، كيف يمضي الناس هذه الأيام؟ كيف يمضي الناس شهر رمضان؟ ماذا ينقصهم؟ ما هي أمنياتهم في هذا الشهر الكريم؟ معنا أنس ديابة، هو أحد عناصر الدفاع المدني في المدينة. أنس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنس، مدينة خان شيخون عانت الكثير قبيل شهر رمضان، كان هناك ضربة كيماوية راح ضحيتها العشرات من أبناء المدينة ومن النازحين القاطنين فيها. اليوم بعد مرور عدة أيام وعدة أسابيع على هذه الضربة، كيف هو حال المدينة في شهر رمضان المبارك؟ الحمد لله رب العالمين، يعني كما نرى ونشاهد هو الازدحام للمدنيين في الأسواق والإقبال الكبير على شراء حاجيات رمضان وإعادة تجمع الأسواق والبسطات، والعالم قد عادت إلى المدينة بعد التهدئة من القصف. كثير من المدنيين عادوا إلى عملهم، غالبية الناس كما كنا نلاحظ أنهم كان لديهم خوف وهلع شديد من النزول إلى هذا السوق، حيث قد تم استهدافه سابقا بأكثر من مرة، من سواء في القذائف المدفعية أو من قبل الطيران الروسي أو السوري. الحمد لله رب العالمين، يعني يوجد لدى المدنيين حالة ارتياح شديد من هذا الأمر. أغلبهم قد عادوا إلى أعمالهم الأساسية، أغلبهم قد حاولوا أن يعودوا إلى المدينة بعد فترة النزوح الكبيرة والتشرد الكبير الذي عانوا منه، سواء بعد الضربة الكيماوية أو قبل الضربة الكيماوية. طيب، المدينة وبمر فيها تقريبا كافة المناطق المحررة، مرحلة وقف إطلاق النار، من اختلاطك مع المدنيين هل تلحظ عندهم؟ أكيد عندهم طمأنينة، ولكن هل هنهم بيظنوا أنه هالمرحلة مؤقتة رح تنتهي بأي لحظة من اللحظات؟ أم هل أنهم يعني فكروا أنه عاد الأمان بشكل دائم إلى المنطقة؟ صراحة مثل ما يعني القلق ما زال موجود حتى هاي اللحظة، سواء أنه هلق في ازدحام وفي إقبال كثيف على السوق وفي عودة المدنيين، إلا أنه الخوف والقلق ما زال موجود، لأنه كل ما تعودنا دائما أي هدنة يقوم بها النظام يقوم بخرقها ويغدر بهاي الهدنة ويغدر بالمدنيين. يعني وحتى القصف ما زال مستمر ولكن بشكل خفيف جدا لله الحمد. يعني من كم نهار كان في عنا قصف مدفع على أطراف مدينة خان شيخون على المدنيين، وهنن عم بيقوموا بموسم الحصاد وحصد المحاصيل الزراعية، كان في قصف والحمد لله رب العالمين، يعني الله سلم أثناء القصف. طيب أنس، بنرجع لك بعد شوي، الله يبارك فيك. بنستمر إذا مع عدسة الكاميرا ورصد للسوق خان شيخون، هذا السوق المشهور قبل الثورة وقبل الأحداث بعدة أعوام، كان من الأسواق المعروفة والمزدحمة في المدينة. اليوم في شهر رمضان المبارك وبعد عدة أسابيع على الهدنة ووقف أطلاق النار في المناطق المحررة، تعود إليه بعض الحياة من جديد كما تعود إلى المدينة بسبب الهدوء النسبي منذ عدة أسابيع حتى هذه اللحظة.
الملعب. أيضا في مقابلة أخرى مع أحد عناصر الدفاع المدني تكلم أيضا عن أوضاع المدينة في الأعوام اللي مضت. حميد، نحكي اليوم في شهر رمضان عن المواد المتوفرة والمواد المي متوفرة، عن الأسعار بشكل عام داخل سوق مدينة خان شيخون داخل هاي البلدات في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، أشو أهم المواد اللي بيحتاجها المواطن وهل هي موجودة أو لا في شهر رمضان؟ السلام عليكم ورحمة الله. مرت أيام عصيبة على مدينة خان شيخون نظرا للقصف العنيف، نظرا للحصار، تعرضت خان شيخون للحصار، ثم بعد ذلك بدأت حالتها تتدرج حتى الآن. منذ قرابة الشهر حتى اللحظة كان هناك هدوء نسبي بالنسبة للقصف، أدى إلى زيادة في الحركة التجارية، توفر معظم المواد الغذائية للمدنيين. بالنسبة للأسعار منخفضة تقريبا إلى المتوسطة، يعني هناك بعض الغلاء ولكن نسبة يعني منخفضة عن باقي المناطق. بالنسبة لخان شيخون مدينة فيها قرابة 100,000 نسمة، بالإضافة إلى عدد من النازحين من قرى ريف حماة الشمالي من المهجرين وريف حمص وغيره من المناطق. طيب، السؤال الأخير بالنسبة لموضوع أنه الهدنة القائمة اليوم، هل المدنيين داخل مدينة خان شيخون بيظنوها هدنة دائمة أم أنه عندهم تخوف من معاودة القصف على المدينة بعد أيام أو أشهر؟ ممكن هناك تخوف طبعا لدى المدنيين من إعادة القصف أيضا، فتعرض المزارع مدينة خان شيخون بعد خفض التهدئة أيضا تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام، آخرها كان البارحة حيث تعرضت أطراف مدينة خان شيخون الغربية لعدة قذائف مدفعية من قبل حواجز النظام. إذن منكمل معكم مشاهدين الكرام في رصد حركة الناس قبيل الأفطار في مدينة خان شيخون في شهر رمضان المبارك، وعودة بعض الحياة إلى هذه المدينة بعد هدوء القصف نسبيا في الشهر الماضي. منكمل مع احد الباعة في سوق مدينة خان شيخون. اخي، اليوم تحكي لنا عن اهم المواد اللي ممكن يحتاجها المواطن في رمضان، هل هي موجودة ام لا؟ اشو الاسعار تقريبا بالمناطق المحررة بشكل عام؟ والله الحمد لله اكثر موجودة، الحمد لله كلها اسعار عادية ومناسبة للشعب الحمد لله. يعني مثل اهم المواد اشو ممكن يحتاجها الانسان في رمضان؟ الحمد لله الخبز، عم نبيع ورد، خيار، هجين. طيب، سؤال صار له راجع هيك في عالم عم بتبيع وفي باعة وفي جوالين، وشو سبب انه رجعت وصار هالزحمة، رجعت الناس هاي؟ يعني من فترة بسيطة كان في مجزرة كيماوي وقعت في المدينة، كان في قصف على السوق، وقعت مجزرة على هاي الدوار، اليوم اشو اللي خلاكم ترجعوا وترجع الثقة لأنه ترجعوا تبسطوا وتبيعوا لنا؟ الهدنة الحمد لله، الهدنة العالم كيفت، رجعت العالم الناسحة الحمد لله، الهدنة اللي خلت العالم ترجع، وشايف شفت عينك الحمد لله العالم رجعت أكثر من أول، والحمد لله الشعب مكيف على الهدنة، وهي نحن عم نبيع ورد وغيرنا عم نبيع، كله الحمد لله عم يسترزق. ما شاء الله، يجزيك الخير، رمضان كريم علينا. الله يسلمك يا رب.
إذا هذه الحال تقريبا بشكل عام في شوية أمان في المدينة تقريبا بعد مضي عدة أسابيع على وقف التصعيد وتخفيف التصعيد في المناطق المحررة. سوق مدينة خان شيخون هو أحد المناطق التي عادت إليها الحياة بعد هدوء القصف بالطيران وبالقذائف على المدينة.